أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مهمة النادي الرياضي لمدة ديالو ديال فترة وجيزة، ولكن كان مع الإدماج ديال مع النادي السابق اللي كان عنده أسبقية في الرياضة، المهم استطاع باش يحقق بزاف ديال الحوايج، منها البطل الأولمبي اللي في جوج فترات متتالية 2012 و 2016، ورغم الإكراهات اللي عندنا في النادي، لأن الإكراهات اللي كاينة وهي في البنية التحتية، ما عندناش فين، ما كاينش فين يدربوا هاد بالنسبة للجولة، الجولة بالساهل باش يدرب عليها في مكان عادي، ولكن بالنسبة لمسائل الرياضة الملزوم ولا القرص ولا السباق اللي خصو السباق على الطريق اللي خصو يدرب في حلبة باش صحيح. زيادة على داك الشيء لأن حنا محرومين، كيما عندنا جوج ديال الدراجات ديال السباق اللي خصو من حلبة، هما الآخر عندنا ثلاث سنين دابا هما محطوطين، ما كاينش اللي كيستعملهم، لأن كون كان كنعطيونا الحلبة غادي نخرجوا أبطال تاهما في داك الرياضة هاذيك. زيادة على داك الشيء لأن بالنسبة للقاعة ديال البطالة اللي مشات معاهم البطالة ناعمة، لأن القاعة اللي كاينة قاعة ديال قاعة عادية، ولكن خصهم مدرب، لأن ما كاينش مدرب اللي غادي يوقف معاهم يتبعها ويعطيها الإرشادات ويعطيها الآخر باش توصل. كاين الإمكانيات ولكن ما كاينش التوجيه. وهي كان يمكن تحقق الاخر ميداليه ذهبيه تحققها بسهوله، لان يعني غير الطموح ديالها والاخر. بالنسبه للاخ الاخر والدالي حتى هو نفس الشيء، الاخر ولا عبد الهادي الحارثي، لان اللي بقى له عطب توا كشوف سميتو اللي هو تخلى على السباق. المهم غير بالنسبه لسميتو هاد الدراري، لان غيكونوا هما نموذج الدراري الناس اللي غيسبقوهم، الرياضيين الصغار اللي طالع الناشئه اللي طالعه، وكنوعد بان يكونوا ابطال اذا كان الدعم، ولا كان حلوا لنا فتحوا لنا البيبان باش هاد الناس يدربوا، ماشي غير في هاد الرياضه ديال العاب القوى، كاين الرياضه ديال التنس، كاين الرياضه ديال كره السله حتى هي بالاخر، لان فيها ابطال. اي رفعت قوه قلنا القاعه ديال القاعه باش التدريب، خصنا الدعم باش ندبروا مع المدربين، على لان ما كاينش مدرب اللي غيطوع معك في المجال، لا حتى في الرياضه، لا في العاب القوى ولا في خص ضروري. دابا الدراري كيحقوا شي حوايج راح داتهم بوحدهم غير بيناتهم، كل واحد كيعلم الاخر.